العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. تحدثنا في الدرس الماضي عن نواصب الفعل المضارع، وأخذناها جميعا إلا نصبين، وهما فاء السببية وواو المعية. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن هذين النصبين. نبدأ بفاء السببية، لم تابعوا نواصب المضارع. عندنا ما يسمى بالفاء السببية، وواو المعية. كل الشروع في الحديث عنهما لا بد وأن نأخذ بيتا من الشعر نحتاجه جميعا، تعلق بهذين الناصبين، لأن هذين الناصبين يحتاجان إلى أن يكونا مسبوقين بأمر أو بما يسمى بطلب أو نفي، بطلب أو نفي. لا بد أن تسبق باء السببية أو واو المعية بنفي أو بطلب. يقول الناظم رحمه الله تعالى: مر وانهى، مر وانهى، وادع، وسل، واعرض بحظهم. مر وانهى وادع وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو، كذاك النفي. قد كمل هذا البيت لابد من حفظه لكي نتمرس على نصب المضارع بفاء السببية وبواو المعية. إذن فاء السببية وواو المعية لا بد من أن يسبق بطلب أو بنفي. أما الطلب فهو الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والحظ والتمني والرجاء. هذه كلها تسمى الطلب في البلاغة. الطلب ينقسم إلى أمر ونهي ودعاء وسؤال وعرض وحظ وتمني وترج، والنفي هذا واحد يسمى بالنفي كما ولم يغير من مشيئة. إذن لا بد أن أتمرس على هذه
فأفهم معنى الأمر والنهي والدعاء والسؤال والعرض والتحضيض أو الحض والتمني والترجي، لأنها إن سبقت فعلاً مضارعاً قد ارتبط بالفاء أو بالواو فإن الفعل المضارع ينصب. ولذلك إن شاء الله سنأخذ الأمثلة على ذلك، لكن حتى نفهم هذه المسألة، الأمر أو الأمر القسم الأول من أقسام الطلب، أو الطلب بصفة عامة وخاصة الأمر منه، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون من الأعلى للأدنى وهو المسمى بالأمر، من الأعلى للأدنى يسمى بالأمر، أو من الأدنى للأعلى ويسمى بالدعاء، أو من متساويين متقاربين في الرتبة فيسمى التماسا تلتمس من الشخص. الأمر، ونبدأ به قبل أن نبدأ بالنفي، نبدأ بفاء السببية أولا. قال: يا ناقة سيري عنقا فسيحا. يا ناقة سيري، هذا يسمى بالأمر. ها؟ يا ناقة، يا ناقة، لأن هناك مضافا إليه قد حذف، كقول جرير: يا ضب إنكم البفار وإنني متخمط قطب يخاف صيالي، يا ضب إني قد طبخت مجاشعا طبخا يزيل مجامع الأوصال. وتدل النكرة المقصودة: يا شرطي أغثني، يا شرطيا أغثني. يا ناقة سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. وهذا هو الشاهد في اقترانه، في اقتران الجواب بالفاء. إذن لما سبق الفعل المضارع وهو نستريح، أصله نستريح، لما سبق بفعل الأمر وأصل الفعل، وأصل الفعل لو نزعنا الفاء أصل الفعل الثاني مجزوم. على ما جزم؟ جوابا للأمر: اكتب تحفظ، ازرع تحصد. فالأول فعل الأمر والثاني جوابه، فأصله سيري فنسترح، سيري فنسترح. فلما دخلت الفاء السببية وسبب الاستراحة السير السريع، سبب الاستراحة، يعني لماذا سميت فاء سببية؟ لأنها سبب لما قبلها، سيري
فنستريح، فاستراحتنا بسبب سيرك الحفيف. يا ناقة سيري عنقا فسيحا، سيري خطوات سريعة فسيحة إلى سليمان، إلى رجل يحبه أو إلى ملك يأخذ منه عطية أو ما شابه ذلك، فنستريح. إذا هذا الأمر واضح. سميت فسريحا لأنها بعدها سبب لما قبلها. نعم. ما هي سبب لما؟ هي في حد ذاتها ليست سببا. هي ليست سببا. لأنها بعدها سبب لما قبلها. نعم. إذا يا ناقة سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، هذا واضح. وعليه لو ضربت أي مثال آخر في الأمر، اكتب فتنجح، احفظ فتفوز، وهكذا. إذا لابد أن يكون التي ترتبط بالفعل المضارع بفعل أمر قبلها، فإن الفعل المضارع ينصب بهذه الفاء، والنصب يكون بأن مضمرة على حال. هذه قضية خلافية عند أهل اللغة، ولكننا نقول الحق أننا نستريح من كل هذا. يكفي أن نقول أنها نصبت بالفاء وقضي الأمر الذي فيه تستفتيها. إذن قلنا مر وانهى، مر وانهى. قال تبارك وتعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وهذا الشاهد، ولا تطغوا، هذا يسمى بالنهي، لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فكذلك لما جاء النهي قبل الفاء السببية نصب الفعل المضارع، وأصله لو لم تكن هناك فاء لا تطغوا يحل، أو إذا كانت استئنافية يحل، ولا تطغوا فيه فيحل بسبب النهي الذي قبله. ثم يأتينا بعد ذلك الدعاء، قال الشاعر: ربي وفقني إلى ربي وفقني فلا، ربي وفقني فلا أعدل عن سنني داعين إلى خير سنن. ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الداعين إلى خير سنن. من يستخرج خطأ من هذا البيت؟ من يستخرج خطأ من هذا البيت؟ هناك خطأ.
وليس خطأ. نحن نتحدث عن الفاء السببية التي تقترن بالفعل المضارع. فهل اقترنت الفاء بالفعل المضارع هنا؟ نعم اقترنت ولو فصل ولا فصلت بلا القسم. ها؟ لا فلا أعدل النافية ينفي عن نفسه العدول ينفي العدول عن طريق الداعين إلى خير طريق. ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الداعين إلى خير سنن. هذا يسمى هنا الدعاء. لماذا سمينا الدعاء؟ طلب من الأدنى إلى الأعلى. ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الداعين إلى خير سنن. لذلك الآن لو نظرتم لوجدتم أكثر أخطاء الخطباء في مثل هذه الحالات. يصعب عليه الآن أن يتذكر هل سبقت بأمر، هل سبقت بنهي، هل سبقت بدعاء، هل سبقت. فوجب التركيز على مثل هذا ووجب أن نتدرب عليه بشكل جيد حتى لا نخطئ فيه. إذا مر هو أدعو وسل. السؤال قال الشاعر هل تعرفون لباناتي؟ سؤال 4 نعم سؤال 4 رقم 4 سامحوني هل تعرفون لباناتي فأرجو أن فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. أظن ما أخطأنا في الوزن. هل تعرفون لباناتي تقضى ها هنا تقضاها هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد تعرفون هذا البيت صدر الاستفهام وهو السؤال وجاء السؤال متبوعا بفعل مضارع وهذا الفعل المضارع سبقته فاء السببية فنصب الفعل المضارع بناء عليه هل تعرفون فأرجو هل تعرفون فأرجو وكذلك هل تعرفون فيرتد إذا سبقت الفاء السببية باستفهام سواء كان بالهمز أو بغيره فلا حرج نعم يعني حاجاتي اللبانات هي حاجاتي هل تعرفون لباناتي من لبانة وهي الحاجة فأرجو أن تقضى أو أمانية فيرتد بعض الروح للجسد إذا هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد مروا الهوى ادعو وسل واعرض
العرب قال يا ابن الأكارم أو يا ابن الكرام يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع يا ابن الكرام ألا تدنو هذا يسمى بالعرض طعن عليه أن يأتي إليك يسمى عرضا ألا تأتي ألا تشتري هذا يسمى عرضا ويسمى عرضا محضا ليس فيه تحضيض ولا فيه عرض جائزة ولا فيه ترغيب وإنما عرض محض ألا تشتري هذه السلعة وهكذا يا ابن الكرام ألا تدنو إذن نسينا هنا نقول من هذا الاستفهام أو السؤال وهنا ألا تدنو العرض فلما اقترن جواب الشرط فلما اقترن الفعل المضارع بالفاء وسبقت هذه الفاء وسبق الفعل المضارع بالعرض نصب الفعل المضارع فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع سمع الألف في سمع والألف في نستريح سميناها ألف ماذا ألف ألف الإطلاق تطلق القوافي المقيدة ألف الإطلاق كيف؟ مثل المد البدلي في التجويد أما في العربية فهذه الألف ألف تسمى بألف الإطلاق تتبع القوافي المقيدة فتطلقها والأصل فنستريح سمع لكنه لما قيد نفسه في القافية من الفسيحة فلابد وأن يجعل القافية الأخرى كذلك نستريح كما أنه تبصر ما سمع وهذه تسمى بألف الإطلاق حال من الأحوال إذن يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع مروانها وادعوا وسلوا على تحضهم الحض أو التحضيض هذا يسمى العرض التحضيض وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين فأصدق وأكن من الصالحين لولا أخرتني لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين الشاهد في لولا أخرتني وهذا الذي يسمى بالتحضيض فأصدق فعل مضارع الصدق واقترن بالفاء
وسبق بالتحضيض فنصب. ولعلكم الآن ترون الفرق بين العرض وبين التحضيض. فالفرق بين العرض وبين التحضيض أن العرض لا يعطى صاحبه عليه شيء إن قبله أو لا يغرى بشيء، وأما التحضيض فهناك إغراء وزيادة على العرض للمعروض عليه والمحضض، هناك زيادة إغراء وزيادة شدة في الإلحاح، ولذلك جعل حظه مقترنا بشيء آخر وهو الصلاح. إذا فعلتني كذا سأفعل لك كذا، إذا أرجعتني إلى الدنيا وإذا أخرتني فإنني سأكون صالحا. فالتحضيض فيه زيادة ترغيب وما شابه ذلك. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لولا أمهلتني فأشتغل، وهكذا. إذن هذه الحالة السادسة. ثم يأتينا بعد ذلك مر والهوى ادعو وسلوى على تحضيهم تمنى التمني. قال الله عز وجل يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتني، ليتني هي الشاهد وهو التمني. فقد سبقت الفاء السببية والفعل المضارع بالتمني، فلما سبقت بالتمني حق لها أن تنصب الفعل المضارع، أو حق للمضارع أن ينتصب بها. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وآخر أو قبل الأخير، آخره فيما يتعلق بالطلب الترجي. قال فرعون لهامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني هو معترف أن هناك إله، أن هناك إلها فأطلع، وهذا هو الشاهد لعلي أبلغ، هذا يسمى بالترجي، يرجو. الفرق بين التمني والترجي، عرفت أنك ستسأل ولو صورت لأجبتك. التمني والترجي، التمني يكون لما يمكن تحققه، والترجي يكون غالبا لما يصعب تحققه أو يستحيل. فإنه يتمنى أنه كان يكون معهم، وهذا ممكن تحققه، ممكن تحققه، لو كان ذهب معهم لكان معهم. أما الترجي
أما يا ليتني أما لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى فهذا أمر مستحيل، فإنه ليس ببالغ ولا مطلع على إله موسى أو إلى إله موسى، لن يستطيع ذلك. نعم. قال يا هامان ابن لي يا هامان ابن لي صرحا، أراد أن يبني له منارة عالية، فهذه هي الأسباب، يعني اتخذ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، لعلي أبلغ الأسباب أو أتخذ الآلات التي توصلني إلى السماوات، وهذا غالب ملخص في هذا، مع تفسيرات أخرى لكن هذا هو أصح ما قيل في هذا الباب. على أي حال هنا الأسباب هو ما أراد أن يجعله أن يبنيه له هامان يصعد عليه فيصل إلى السماء ويطلع إلى إله موسى، ولعله قال ذلك تهكما وسخرية، تهكما وسخرية. إذن لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، سبقت الفاظ السببية وسبق الفعل المضارع بالترجي وهو لعلي لعل، فأصل الفعل المضارع لذلك. إذن هذه الثمانية هي أقسام الطلب، ويبقى عندنا النفي، يعني إذا سبق الفعل المضارع بهذه الست، الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والترجي، وكذلك بالتاسعة وهي النفي، فإنه ينصب يكون فعلا مضارعا منصوبا. أكيد أنه يجوز التمني للترجي، لكن يعتمد على الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية، ماذا تريد أن تتمنى وماذا تريد أن ترجو، فإن الرجاء أيضا يحدث، نرجو رحمة الله تبارك وتعالى، فهل لا يجوز أن نرجو رحمة الله؟ بل يجوز، هي مسألة يعني مسألة لغوية بحتة. لغوية الرجاء في استحالة الرسول وتحقيق الطلبية. ليس في كل حال. حسب حالها، حسب استخدامها، حسب الاستخدام. والأمر التاسع، إذا هذه الأمور فهمناها، لعلنا نرمز إليها جميعا هكذا. بالرقم واحد، يعني هذه جميعا سنسميها الطلب. والآن ننتقل إلى رقم اثنان وهو النفي. قال الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتون، أليس كذلك؟ فيموتون ليست فيموتون، فيموتون. نعم بارك الله فيكم، وهذا هو الشاهد، ولا يخفف عنهم من عذابها. على أي حال الآية من سورة الفاطر لا يقضى عليهم فيموتوا، الشاهد هنا لا يقضى وهو النفي، وفيموتوا فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب بماذا؟ لا ليس منصوب بحذف النون، منصوب بالفاء السببية أو بأن المضمر بعدها وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة، أصلها فيموتون، أليس كذلك؟ أم مخطئ أنا؟ بلا مخطئ؟
إذن هكذا إن شاء الله النفي. إذن هذه أو هذا ما يتعلق بفعل السببية. الشيخ كيف نميز بين النفي والنهي؟ لا تطفو لا يقضى. لا تطغوا ولا يقضى. التمييز بينها أن لا هناك أشياء كثيرة. أولا في الفهم وثانيا في اللغة. لا النافية غير لا الناهية. الآن الأولى لا تطغوا وهي لا الناهية. وماذا تفعل لا الناهية أو لا في النهي كما يقولون في جوازم المضارع؟ لا تطغون أو لا تطغوا. لا تطغوا. ماذا حدث؟ لماذا حذفت النون؟ لأنها سبقت بلا الناهية ولا النافية. الناهية لا تطغوا لا تفعلوا الطغيان. فلا الناهية أو لا في النهي كما يقول النحاة تجزم الفعل المضارع، فقد جزمت يطغون وهو مجزوم بحذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ولو كانت هذه لا النافية لقال الله عز وجل لا تطغون، يعني يثبت أنهم قوم لا يقومون بالطغيان. لا تطغون. وكذلك لا يقضى عليهم. لو كان حتى نفهمها نجعلها مثلا نعم نقول لا تقضي، لا تقضي عليهم، فتكون هذه اللام أو هذه اللا لا النهي التي تجزمه بحذف حرف العلة. لكن إذا أردت أن أثبت أنه لا يقضي على أحد أقول أنت لا تقضي على أحد أبدا. واضح الآن الفرق بين النهي والنهي؟ خير. هذا الذي قلناه تماما بتمام في واو المعية. في واو المعية كذلك تبين الطلب أن تسبق بطلب أو بنفي. هي نفس القصة لا تزيد ولا تنقص. أن تسبق بنفي أو بطلب. القسم الأول وهو الأمر، هذه المرة سأكتبها كتابة هكذا، كان الأصل أن نفعل ذلك هناك. القسم الثاني الدعاء. القسم الثالث عند الاستفهام رحمه الله النهي مر وانهى وادعو وسل نسميه الدعاء وهذا السؤال أو الاستفهام إلى واحد العرض التحضيض التمني الترجي والثاني النفي. قلنا هذه جميعا نسميها بالطلب وهذه قال ابن عنقاء رحمه الله تعالى وهو من النحويين لم يسمع عن العرب
في الترجي ولا في التحضيض ولا في العرض ولا في الدعاء لم يسمع عن العرب أنهم نصبوا الفعل المضارع بعد هذه الأربعة. ونفي سماعه لا ينفي وجود هذه الأربعة، لكن ليس عندنا عليه الشواهد وإنما سنفعلها نحن. إذن الأمر صلي هكذا بالياء، هكذا صلي، أخذنا فعل الأمر وأخذنا أنه يجزم، لم نأخذ في طريقة، أخذنا طريقة جزمي على أي حال. هذا فعل الأمر مجزوم حذف الحرف، مجزوم وعلام جزمه حذف الحرف. صلي وماذا؟ صلي واعمل. لو قلنا صلي واعمل هل فعل ما نريد فعله؟ لا، ليست المسألة بأنه عطف، نحن نتحدث عن نواصب الفعل المضارع. فهل اعمل فعل مضارع؟ إنه فعل أمر. صلي وتذاكر. لابد أن نفهم منها قضية الآن في الفهم. صلي وتذاكر، صلي فعل أمر وتذاكر الواو والمعية، وتذاكر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة منصوب بالواو والمعية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لكننا لم نفهم صلي وتذاكر، نحن أعاجم. هذا حق تعرفه جميعا أننا أعاجم، لا حرج، لكن الأمر الخطب يسير إن شاء الله تعالى، الخطب يسير. واو المعية التي تساوي مع، ومعنى مع الجمع بين الشيئين في آن واحد، لكن أنا فهموا أنها لابد أن تكون حرفيا بمعنى مع، صلي مع تذاكر، وإن كان في بعض الأحيان تحل محلها، يعني صلي مع المذاكرة في نفس الوقت. كيف يصلي ويذاكر في نفس الوقت؟ رجل يدرس في جامعة الأزهر أو في كلية الشريعة في جامعة الأمير محمد بن سعود في السعودية، وهذا الرجل عنده مقر في هذه السنة مقداره ربع القرآني، فإنه يصلي، يقوم الليل ويقرأ ما يحفظه من القرآن مذاكرة ومراجعة له حتى يعينه ذلك على أداء امتحانه. صلي وتذاكر، الفهم الآن المعنى أنه صعب، يعني صلي واجعل من صلاة من مذاكرتك في نفس الوقت مع الصلاة مفيدة لك، يعني اجعل صلاتك مذاكرة في نفس الوقت، فإنك عليك في مقررك أن تحفظ أو أن تسمع بعد أسبوع أو بعد اثنين 10 أجزاء من القرآن، فإنك عندما تصلي وترتل هذه الأجزاء
فأنت صليت وفي نفس الوقت راجعت ذلك الدرس الذي يجب عليك أن تسمعه بعد أسبوع. توضحت الفكرة الآن؟ هي ثقيلة على ألسنتنا لأننا كما قلت أعاجم. صلي وتذاكر، اكتب وتتسلى، شاهد وتتعظ. يعني في نفس الوقت اجعلها مشاهدة وعظة، جعلها كتابة وتسلية. فهمت المعنى معا؟ أمر إن شاء الله سهل. إذن هذه في الأمر. أما في النهي هذا بدأ تعمل عقولكم معي. النهي أتحدى أنهم جميعا تحفظون المثالين الذي أريد أن أخبركم بهما، ولا أستثني واحدا منكم. لا إله إلا الله، واذكر ربك إذا نسيت. دعوني من عارض عليك، دعوني فقط حتى يكفي لغيره. لا تنهى عن خلق، لا تنهى بالياء بالالف المقصوره ام لا تنهى؟ لماذا لا تنهى؟ لا الناهية. وقلنا ان لا الناهية تجزم على اي حال هو الدرس القادم ان شاء الله. لكن لماذا تركنا هذه مفتوحة هكذا؟ لماذا لم نقل لا تنهى؟ هي أصلا مفتوحة، لكن لو كانت غير ذلك لفتحناها لكي تدل على حذف الألف. لا يمكن أصلا أن يكون هناك ألف، أن يكون هناك ألف ساكنة وليست مسبوقة بحرف مفتوح. هذا الله. إذا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. معنى الكلام لا تنهى عن خلق مع إتيانك نفس هذا الخلق. فهمت أمر المعية؟ أن تجمع بين الأمرين، أن تجمع بين الأمر، أن تجمع بين النهي عن هذا الخلق السيء وأنت تأتي نفس هذا الخلق. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. ومثله لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، أم لا تأكل السمكة وتشرب اللبن؟ لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، والثلاثة صحيحة. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن.
وكلها صحيحة. ضعيف. نعم. ضعيف الجملة الثانية. نعم. لا لا في بداية الجملة الثانية والثالثة. نعم نعم لا 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 تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. الأولى المعية. الأولى المعية. الثانية العطف. والباقي نفكر فيها إن شاء الله وتأتونني بجوابها في الأسبوع القادم، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اكتبوها ولا تنسوا. وكلها صحيحة. على أية حال أولها عندنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي لا تأكل السمك مع شربك للبن في نفس الوقت. فإنهم يعتقدون أن ذلك يسبب حساسية وهذا خطأ شائع. حديث آخر. طيب الدعاء قلت أنه لم يثبت فيه شيء عن العرب، لكن ربما نستطيع أن نأتي بمثال ولا حرج. من يأتينا بمثال؟ ممكن نأخذ مثل بيت الشعر بين الفاء والنون. يصلح لكن مسألة المعنى، لكن تعالى نجعلها في حد من أدنى إلى أعلى. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. تعني بها هنا فأحج. رب ارزقني مالا وأحج. إذا أردت أن تخرج من هذا اجعلها في حق الناس. رب اغفر لي والمسلمين. رب اغفر لي والمسلمين. يرفع الجوار. اتركني وتنجو من عذاب الله لطاغية يضرب. لأنه أعلى منك الآن رتبة من أدنى إلى أعلى. اتركني وتنجو من عذاب الله. ارحمني ويرحمك الله. أي اجمع بين هذين الأمرين، بين رحمتك لي ورحمة الله لك بسبب رحمتك لي. وفقني وأحج. السؤال ألم أك جاركم ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء ألم أك جاركم ويكون ألم أك سؤال ويكون بيني فعل الأمر وفقني لو الدعاء وأحج
لا تنهى تأتي صلي وتذاكر. ألم أك جاركم؟ ألم يقل ويكون بيني وبينكم ويكون بيني، يعني حال كوني جارا لكم مع مودتي. ألم نكن جيرانا وفي نفس الوقت فقد كانت بيننا مودة. نعم. طيب العرض ألا تزور، ليش را تزورنا؟ وماذا؟ ونكرمك، ونكرمك، أن فيها عرض والتحضير. إذا عرضنا عليه، لكن الحقيقة أن هذا الأسلوب لو قلنا ونكرمك يكون تحضيضا، لأن له مقابلة. وإن صح أن هذا خلاف، لأنه خلاف بلاغي في الحقيقة، لكن اجعلها شيئا من غير تحضيض. لا العرض، أنت تريد أن تعرض عليه شيئا من غير ما يعني من غير أن يكون فيه تحضيضا له. هذا المثال صحيح عند العرض حقيقة، لكن كان يكون أقرب لو قلنا ألا تزورنا، ها؟ وترى، وترى ما بدا، وترى ما بدا لك، أو وترى حالنا. نقول وترى ولا وترى؟ ألا المقصورة ولا بحذفها؟ حذفها من العلة؟ وترى حالنا. ترى حالنا. التحضير ألا أديت واجبك؟ مش ألا الآن، التحضير سيكون لولا، تكون أبلغ. لولا ليست لولا، ألا أو هلا. هل أديت واجبك؟ هل أديت واجبك؟ ويشكر الله على الله، ويشكر هو عقلك، ويشكرك الناس. طيب التمني، الله عز وجل يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. ولا نكذب، إذن يا ليتنا تمني ولا نكذب بآيات ربنا. الترجي نعم الله يشفيه وأزور، لعل الله يشفيه. انا اريد ان تكون يعني يعني لشيء قريب، صعب المنهج. لا ترجمه الشفاء لشيء قريب ليس مستحيل. نعم. أريد أن أقول لابد أن أضرب عصفورين بحجر، يعني كي هذا كأنه شرط. لعل الله يشفيني فأزورك أو أزورك. أريد أن أقول أنه يفعل الشيء مع بعض. الذي يزور مكة يريد الزيارة ويريد الاستشفاء بماء زمزم مثلا. لعلي أذهب إلى مكة وأستشفى.
هل يعتبر وأشرب لعلي أعتمر وأشرب ماء زمزم مع شرب ماء زمزم لعلي أو لعلك تحج وتصل الرحم لعلك وفي نفس الوقت مع الحج صلاة الأرحام لعلك تحج وتصل رحمك وتصل رحمك النفي قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله المجاهدين منكم والصابرين لا ولما يعلم الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله المجاهدين منكم والصابرين ويعلم المجاهدين منكم ويعلم الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ليست هذه الآية سبحان الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين إذن ولما نفي